مرحبا، انا الدكتور محمد فرح، اخصائي طب وجراحه العيون. احنا الان داخل غرفه العمليات الرئيسيه، تجرى في هذه الغرفه العمليات الداخليه في العين او الانترا اوكيولار سيرجريز، مثل عمليات ازاله الساد، زراعه العدسات وعمليات الشبكيه. طبعا وراي زي ما انتم شايفين في عندنا جهاز اللوميرا 700، هو الميكروسكوب المعتمد عندنا، من احدث الميكروسكوبات الموجوده عالميا، تابع لشركه زايس. شركه زايس من اعرق واقدم الشركات اللي بتادي او بتعطينا خدمه العدسات واجهزه العيون. اللوميرا 700 بيعطينا دقه اكثر ووضوح اكثر اثناء العمليه واثناء اجراء العمليات، وبيعطينا وضوح للحجره الاماميه والحجره الخلفيه في العين، وهذا يسهل على الجراح اجراء العمليه، يسرع من وقت العمليه، ويقلل من المضاعفات التي ممكن تحصل بعد العمليات.